شعرية مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى الدراما، ودائما الدراما هي برضو بتجيف وبتعبر عن المشاهد اللي ممكن تخدم المجتمع السوداني بكل تفاصيله بكل عاداته السمحة. تحية لمخرجنا الرائع أبو بكر الشيخ في هذا العمل إخراجيا، ويعني في الفيلم بيحمل عنوان جرادق المطر، فكرة محمد يوسف طه وسيناريو عبد الناصر وإخراج أبو بكر الشيخ. امبارح في المنام انا وقصبة مغالقة السيل في ضحك وانبساط لما انقسمنا الليل، ايدي ويده زي الزمل والشيل مثل النعام والخيل، ليل يسوق الليل، ليل يسوق الليل، ليل يسوق الليل. انت بتعملي في شنو يا احمد؟ نحن جينا من هناك لهدف محدد. لا بنت الناس، انت في شنو وانا في شنو؟ الكلام ده قلته لك مليون مره، انا ما لغيت الفكره نحل مشكله عثمان في الاول. انت كلامي ده ما فهمه؟ انا ما كنت فاهمه، فهمته هسه. انت يا احمد انسان انان انان، عايز الناس كلها تضحي عشانك. انت زمان اخوك عثمان واس عايزنا ضحي عشانك. انا وفاء، كلام وفاء صح يا احمد. عثمان أنا توراً كمل كرة، شوفوا مستقبلكم أخير. عثمان يا عثمان أخوي، عثمان عثمان اتفضل. أسمعني يا عثمان. أسمعني أنت يا أحمد، شوف مستقبلك واكسب زمنك. خلينا نرد جزء من جمايلك يا عثمان. دي ما جمايل، ده واجب زيي وزي اي اخ كبير. ابوه مات وخلى له حمل لازم يشيله، وانا كان عندي اخ اكبر كان عمل نفس اللي عملته. بس انت اللي عملته اكثر من الواجب. لا يا أحمد، كل زول ربنا كتب له طريقه، سخر له دور معين في الحياة دي. انت واجبك تقرأ تتعلم تتوظف تنفع ناسك وبلدك، ودوري أنا أخدم الناس. أنا ما بسمح لنفسي أسيبك في الحالة دي، أنا داير أشوفك أزعد إنسان في الدنيا. يعني داير تحرمني من السعادة؟ أنا؟ أنت بتضيع في عمرك يا عثمان. أحمد، سعادتي يا أحمد أغيث ملهوف، أحضن خايف أخدم محتاج. ساعتي امسح دموع طفله، انا ممكن اضيع اليوم كله في اني اصلح لها لعبه وانا عارف انها بعد دقائق ممكن تخربها. ساعتي في عيون حبوبه وهي رافعه ايديها بالدعاء. ساعتي في بسمه ممكون ساهمت في حل كربته. ده دوري في الحياه يا احمد، ما تحس بطعم السعادة فيه إلا زولا عاش الدور. أنا يا عثمان، أمشي أمشي يا أحمد. أحمد أمشي لمرتك وطيب خاطرك.